رجعنا تاني أعزائي المشاهدين اللي بجد وحشتوني. بوجه بقى شكر خاص للمستشار محمد شعلان على مجهوداته الرائعة دايما، واللواء عبد العظيم شعلان بجد بيقدموا خدمات كتير جدا في مركز السلام العالمي، وإن شاء الله بإذن الله يكون لنا موعد معاه ولقاء بإذن الله في بيت أمير. عندي مقدمة بقى، إن في علم الجلد، علم الجلد هو تخصص طبي، وأكيد الطبيب الجلدي ده هو الطبيب المسؤول عن التشخيص والعلاج. والجلد هو أكبر أعضاء جسم الإنسان مساحة، هو معرض دايما لعوامل خارجية وذاتية تجعله فريسة لعدد من الأمراض، منها ما هو خطير زي الأمراض الجلدية العديدة ومن المسميات، منها التغيرات المناخية الجلدية أو اضطرابات هرمونية مثلا أو مؤثرات مناخية أو تلوث البيئة، كل ده عوامل بتأثر على الجلد، وغير ذلك من العادات برضو الخاطئة اللي دايما بنتخذها اللي هي العادات الغذائية والتدخين وقلة النوم، لهم تأثير كبير جدا على سلامة الجلد. ولأن نضارة البشرة متعلقة بمدى سلامتها، لابد من الاهتمام أولا بصحة الجلد. دلوقتي معانا النهاردة دكتورة ثبتت نفسها في مجال الجلد واستشارية الجلد، يعني بجد مميزة جدا وخلوقة. وقبل ما تختار العلاج اختار دايما الدكتور الصح. معانا الدكتورة آية عبد الرسول الغباتي، منورانا أخصائية الجلدية والتجميل بمستشفى زفت العام. أهلا وسهلا، منورانا ومشرفانا. شرف لينا، شرف لينا. أهلا بك يا أميرة. أهلا بك. عايزين نتعرف عليكي بقى ونعرف المشاهدين عن إيه الفرق بين تساقط الشعر وإن الشعر يكون خفيف. في ناس كتير قوي بتهتم بالشعر الفترة الأخيرة ديت، ما بقاش بس السيدات بس هي اللي بتهتم بشعرها، بقى السيدات والرجال كمان، ومن سن صغير بيبداوا الاهتمام ده بالشعر. من اهم المشاكل اللي بتظهر دلوقتي او الناس كتير بتيجي تقولها في العياده او بتشتكي منها، تقول انا شعري بقى بيقع، انا شعرايا بتقع. الفصلة فعلا بتبقى نازله بيقولوا من فوق لده، يعني طويله. تقولي انا شعرايا واقعه بطولها. ايوه. مثلا بتلاقي تقول لك انا الشعر واقع على المخده، انا بتاخد شاور تلاقي في شعر واقع. ده يفرق عن واحده تانية تقول لك انا الشعر خف، بتلاقي تقول لك ايه شعرايا بتكون رفعت، وتقول لك فروه شعري بانت. ده بيكون فكره صلع وراثي. لكن تساقط الشعر الطبيعي اللي هو اللي بيحصل عند الناس كلها في فترات مختلفه من حياتها، دي اللي بتقول لك انا شعري وقع من طوله بطوله. طب ايه اسباب برضو تساقط الشعر؟ في اسباب كتير قوي، اهمها التوتر، الضغط النفسي، الاضطرابات الهرمونيه، اضطرابات الغده الدرقيه سواء بالزياده او بالنقصان بتسبب مشاكل في الشعر، نقص فيتامين د بيسبب تساقط في الشعر، الحاجات الغلط اللي ممكن تستخدمها اي حد زي مثلا شامبوهات او كريمات او منتجات غلط او مواد فرد او الى اخره من المواد، وتاثير الحراره، تاثير السشوار، الحاجات دي كلها ممكن تعمل تاثير مش كويس على الشعر. ونعالجه ازاي بقى؟ يعني البنات كلها تعالج شعرها ازاي؟ ايه الاسباب الصح اللي ممكن نعملها نظام يومي نتبعه؟ يعني انا شعري مثلا اهو، ايه اللي احط عليه كل يوم؟ اول حاجه انا نفسي بعمل وصفات طبيعيه بحسها بتيجي على شعري مثلا. اللي بيفرق بقى ان احنا نعرف ايه المشكله اللي مسببه التساقط. يعني انا لو المشكله بتاعتي انيميا مثلا، لازم اصلح الانيميا دي. تمام. لو مشكلتي ان في مشاكل في الغده الدرقيه، فانا لازم اتابع ومع دكتور كويس بحيث ان انا اظبط افرازات الغده الدرقيه تكون في المستوى الطبيعي مع علاجات للشعر على حسب وصف الطبيب الاول. الدكتور لما بيجي بوصف بيبص يشوف ايه المشكله الموجوده تحديدا. هل في مشكله في فروه الراس؟ الفروه فيها مشكله لازم يعالجها اول حاجه، وبعد كده بيدي مكملات غذائيه وبيدي حاجات بخاخات مثلا او سيرمز او حاجه اللي تناسب الشعر او اللي تناسب طبيعه الشعر. لا، في ناس بقى بتعمل يعني بتاخد العلاج من على التلفزيون وما تكشفش، فده غلط فعلا صح؟ هي يعني الفكره ان اللي ينفع معاكي ما ينفعش مع صاحبتك، اللي صاحبتك خدته غير كده. فكره ان انت ما وصلتيش لتشخيص، انت لازم توصلي لتشخيص عشان توصلي للعلاج. هي ممكن تكون العلاج ده صح لمشكله ثانيه غير المشكله اللي عندك. تمام. طب دور البلازما والميزوثيرابي في علاج الشعر؟
البلازما ده من التقنيات الكويسه جدا لعلاج الشعر، هي ان احنا بناخد عينه من دم الشخص وبنفصلها بطريقه معينه بحيث ان احنا نوصل لتركيز عالي من الصفائح الدمويه وعوامل نمو الشعر. البلازما دي بتتحقن بتدي تعزيز وتقويه لبصيلات الشعر، بتخلي الشعر يطلع صحي. بتفرق يعني؟ بتفرق كتير جدا، بتفرق جديد جدا كتير جدا، بس اهم حاجه ان هي تتعمل بالطريقه الصح. انا بشكرك، اهم حاجه يعني عملت لي تنظيف بشره بجد، تسلمي. حسيت بفرق كبير يعني، حسيت بنعومه كده وترطيب، تحس ان زي البيبيهات كده يعني. بجد جميل جدا، تسلمي لي يا رب. انت جميله يا اميره، مش محتاجه اي حاجه خالص. ربنا يخليكي، ده من ذوقك والله. ومبسوطه ان انت موجوده معايا يعني. نورتينا يا دكتوره ايه والله. ميرسي يا شيخ جدا والله العظيم. مبسوطه جدا ان حضرتك معانا والله. شامين ريحه البيتزا وشغل جميل جدا. ربنا يخليكي يا رب. لو انا ام اهوت، عايزاك تقولي لي نصيحه عشان اسرح شعر بنتي. في حاجات كتير غلط، ان مهم ان انت ما تعمليهاش. هي بايه؟ ان انت ما تيجي تسرحي شعر البنت ما تضغطيش عليها جامد. لما تيجي تلبسي لها توكه بلاش الاساتك، بلاش التوك الجامده دي، تبقى توكه قطن خفيفه. تروح قاعدين في البيت مفيش اي داعي للتوكه، سيبيها. ايه المشكله اللي هيحصل يعني لما شعرها يكون بطبيعته او بيكون بحريته؟ في ناس تقول لك ايه شكلها مش هيبقى حلو. معلش خليها تتهوى، خلي شعرها يتهوى عادي جدا. الطبيعي ان كل واحد بيبقى ليه شكل معين لشعره، مش لازم ان احنا كلنا يبقى شعرنا مفرود. بلاقي في امهات كتير قوي بتبدا تعمل حاجات فرد سشوار وهم صغيرين، مكوى للشعر البنات من سن صغير. انت كده الشعريه بتاعت الطفل الصغير ده بتكون شعريه ضعيفه اصلا. فانت لما بتعملي معاها كده انت بتاذيها. ممكن الاذى ده مش بس يبقى في فتره محدوده، لا ده ممكن يتخطى يبقى معاها عمرها كله، ان هي عملت لها اذى خلاص هو ده مستمر معاها. التسريح من تحت لفوق يعني، اسلك الاول تسلكي من تحت وبعد كده تطلعي لفوق. ويا ريت المشط يكون واسع، يا ريت كل شخص يكون ليه المشط المخصص ليه، بلاش ان احنا كلنا نستخدم نفس الحاجه مع بعض. تمام ماشي. طب عايزه برضك الصلع الوراثي، يعني الصلع الوراثي امتى ابدا اعالجه؟ الصلع الوراثي ده موجود عند السيدات وموجود عند الرجال، مش موجود عند السيدات بس او الرجال بس. المفروض ان احنا نبدا نعالجه من وقت بدري. ليه؟ لان بصيله الشعر لو انا استنيت لحد ما هي خلاص ضعفت جدا بقتش موجوده، لو ما مش هعرف اعالجها. يعني في بعض الرجال يجي بقى بعد خلاص من بقيه الدنيا خلاص مفيش شعر خالص، مفيش بصيلات، تقول ايه تدور على علاج. لا، انت المفروض ان انت تدور وانت اول ما تلاقي شعرك بدا يخف، اول ما تلاقي ان تساقط شعرك بدا يزيد. حتى لو صلع وراثي؟ حتى لو صلع وراثي ممكن البخاخات والحاجات اللي هي الجديده دي بيبقى ليه نظام علاج معين، المفروض ان هو يتابع الدكتور كل فتره. والدكتور بيمشي على نظام معين، وكمان بنعمل جلسات البلازما والميزوثيرابي عشان نحسن الشعر. الميزوثيرابي دي من الحاجات الممتازه جدا برضو في علاج تساقط الشعر والصلع الوراثي، لان هو مش حاجه واحده بس، هو عباره عن تركيبات. كل واحد بنعرف ايه المشكله اللي موجوده عنده وبنختار العلاج المناسب ليه وايه الميزوثيرابي المناسب ليه. طب فبناء ماشي. على اختيار العلاج المناسب بيكون النتيجه كويسه. النتيجه جداً. كويسه. احنا معانا اتصال برضك. الو الو الو. مفيش اتصال خلاص. طب لو عندنا عروسه مثلا، عايزين نبدا ان هي تجهز للفرح بتاعها او كده، تعالج امتى؟ او تعالج البشره او الشعر او ده كله امتى؟ بنيجي بقى ايه العرايس بتيجي قبل الفرح بشهر وتقول لك انا هعمل كذا 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 كذا، المفروض تبدا هي من امتى؟ هي المفروض ان اي واحده بدات تظهر عندها اي مشكله المفروض ان هي تعالجها في وقتها. تمام، خلاص هي ما عالجتش وخلاص، وهي عروسه دلوقتي مثلا مخطوبه او هتتخطب او كده، فالمفروض ان هي تبدا بدري بقدر الامكان، اقل حاجه 6 شهور. ما تزنقيش نفسك لاخر 15 يوم وتقولي انا هروح اعمل تقشير، لا تعالي بدري شويه، تعالي بدري اقل حاجه شهرين. وبسعر مناسب يعني، انا حاسه ان الحمد لله الاسعار كويسه وفي تخفيضات كويسه للعرايس. تمام ان شاء الله باذن الله. في حل بقى لازاله الاسمرار، الاكواع والركب، وحل يعني حل مناسب جدا. هو بوزيتيف بالنسبه لاسمرار الاكواع والركب، المفروض ان احنا نعرف ان ده مش كله حاجه واحده، ممكن يكون نتيجه جلد متكون فوق بعضه
ده بيكون ليه طريقه معينه في العلاج، غير بقى لما يكون استمرار مثلا مكان جرح قديم، غير مكان التهابات قبل كده. فالمفروض اهم حاجه ننصح بيها كل البنات الترطيب، الترطيب مهم جدا. تمام. وبالذات الاخص الكريمات اللي فيها السلسليك اسيد ويوريا، دي بتبقى كويسه جدا، بتحافظ على نعومه البشره كانك عملتي زي تقشير خفيف. ما هو التقشير الكيميائي هو نوع واحد برضو؟ لا، التقشير الكيميائي ده عباره عن مجموعه كبيره جدا من المنتجات ومكونات، كل واحد ليه استخدام معين، حتى الماده الواحده بيكون لها تركيزات مختلفه. كل بشره على حسب المشكله اللي موجوده فيها وحسب نوع البشره الدكتور بيختار الحاجه المناسبه للشخص اللي قدامه. وكمان الاتباع التعليمات المناسبه بعد العلاج بتبقى كويسه جدا. نقول الو بقى، عندنا مكالمه برضك. الو الو الو. ايوه صباح الخير. الو، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صباح النور. صباح الخير. صباح الخير يا استاذ اميره. على صباح النور، اهلا بحضرتك. يعني مع حضرتك احمد زيدان اخش في نجلات. اهلا وسهلا بحضرتك، شرفنا ان شاء الله. جاي بقى تعيد على الاستاذه بقى يعني. والله انا بقول لها 1100 سنه وكل سنه طيبه. وانت طيب يا حبيبي، يعني كل سنه وانت طيب. ربنا يبارك لك يا رب ويخليك اولاد. بصراحه انتم منورين الشاشه كلكم والله. ربنا يخليك، ربنا يا رب يخليك كلك حبيبي. يعني بلد العباقره كلها والله على الشاشه. الحمد لله، ربنا منوره الدنيا كلها ما شاء الله. كل الناس اللي معانا ما شاء الله من صنباط، مركز زفته غربيه. لا، معانا المخرج والممثل من القاهره، من القاهره يا جماعة يعني. بس احنا الاغلبيه، احنا الاغلبيه، احنا الاغلبيه. ربنا يخليك، ربنا يخليك، ربنا يخليك لنا، منورينا والله على الشاشه. ده نورك، ربنا يخليك يا احمد. كل سنه وانت طيب وسعادين، احنا سعداء بيكوا والله. ربنا الله يخليك، الله يبارك لك يا احمد. والحاجات اللي والدكتوره والله منوره الدنيا كلها والله. ربنا يخليك. شكرا استاذ احمد، ربنا يخليك. كلكم منورين والله. وشكرا، متشكره والله، متشكره على اتصالك. وان شاء الله باذن الله ربنا يخليكم لبعض، ربنا يخليك وتفرحوا ان شاء الله بدنيا. يا رب. وشكرا لحضرتك، كل سنه وانت طيبه يا شيف نجلاء. وحضرتك طيبه، سنه يا رب صحه وسعاده. وحضرتك طيبه يا دكتوره، ربنا يعزك يا رب. خلصنا اسئلتنا بدري كده يعني والله، بس مبسوطه بيكي وبالحلقه والله. يعني انا مش عارفه ان شاء الله عدت بسرعه. عدت بسرعه فعلا. لا، لينا حلقات كامله ان شاء الله باذن الله، علشان اسئله كتيره وبنات بعت لي اسئله كتيره فعلا. ان شاء الله لنا تكمله او اجزاء كتيره ان شاء الله باذن الله. باذن الله. متشكره ليكي ونورتيني. ده شرف ليا، شكرا. عايزين بقى نتعرف على الشيف نجلاء واخبارك ايه؟ تمام. خلص. تمام. تمام. خلاص اهوت، انا عملت البيتزا اهي. تمام. البيتزا اهي طلعت معايا. الله الله، جميله. وهنا البيتزا الصغيره، بس الصينيه سخنه لسه. الكاميرا هتقرب من اهي، من الاكل. الله ينور، الله ينور عليك، تسلم. اهي جميله ما شاء الله. وعملنا سلطه، حتى ريحه جميله يعني. عملنا بقى سلطات يعني مناسبه كده وتتمشى معاها اهي. سلطه خضروات. تمام. اهي سلطه بطاطس كده، وبطاطس وجزر وبسله ومايونيز. سلقنا كل الخضروات دي مع بعضها، وبعدين ضربناهم بقى مع شويه ملح وكمون ومايونيز اهي. جميله، سلطه في منتهى الجمال وخفيفه وحلوه قوي. تغيير عن السلطات العاديه اللي احنا بنشوفها. ودي السلطه بقى اللي هي الكابوتشي. الكولسرو. دايما بنغلط فيها يعني. دايما. جميله، تسلم ايديكي، وكل سنه وانت طيبه تاني. وحضرتك طيبه يا استاذه، ربنا يخليكي. ربنا يخليك يا رب. ودايما بقول لكم استنونا في برنامج بيت اميره مع اميره شعلان. اللوجو بتاع البرنامج اسمه بيت اميره مع اميره شعلان. اي حد عنده موهبه، اي حد عنده فكره، اي حد عنده مشكله يراسلنا على صفحه البرنامج، وان شاء الله باذن الله يكون موجود معانا في البرنامج ويشرفنا. وعايزه اقول حاجه كمان. تمام. عايزه اقول كمان يا ريت اي حد عاوز يتابعني يخش يدخل على قناتي مطبخ نجلاء موسى، وكمان اي حد عاوز يتابعني تاني يخش على الصفحه بتاعتي نجلاء موسى بالعربي. تمام. وكل سنه وانتم طيبين، وانا كنت سعيده النهارده جدا. ربنا. وبشكر كل الناس اللي هنتني على عيد ميلادي، ومتشكره جدا جدا، وبشكر كمان جوزي قوي قوي قوي. وبس متشكرين جدا متابعين الغاليين، ونشوفكم ان شاء الله السبت الجاي في بيت اميره. متشكره وفي امان الله.